هجمات خاطفة وسريعة من موقع مخفي لتدمير قوات العدو المتحركة أو الثابتة مؤقتاً، وذلك لأسر قسم كبير من أفراد العدو والقضاء عليه أو لمنع وصول نجدته. لذلك تعد الكمائن من أنجح العمليات التي لها تأثير على معنويات العدو في الحرب التقليدية أو حرب العصابات. إن فهم خطر الكمائن أمر بالغ الأهمية للبقاء في منطقة القتال، خاصة إذا كانت تكتيكات وأساليب المواجهة العسكرية مختلفة. في حال وجود فوارق كبيرة بين الخصوم المتحاربة وبناءً على طبيعة التضاريس التي يجري عليها القتال، وتعد الكمائن إحدى التكتيكات العسكرية الرئيسية. تستخدم استراتيجية الكمائن بشكل عام في الحروب النظامية وغير النظامية، وهي إحدى التكتيكات الرئيسية للقوات الخاصة، وتزيد أهميتها في حرب العصابات والحروب الهجينة. ومن أهم ميزات الكمائن تحقيق عنصري المفاجأة والصدمة. كما قد تستخدم الكمائن لصالح الدفاع كاستهداف العدو على الطرق المتوقع أن يسلكها أثناء التقدم للسيطرة على بعض المناطق، أو ربما تكون لصالح الهجوم، وذلك لإضعاف قدرة العدو القتالية واستنزافه لتقليل قدرته على الدفاع، وبالتالي السيطرة والتقدم السريع والسهل. استخدمها المقاتلون الأفغان مع القوات البريطانية، ثم مع الاتحاد السوفيتي، ثم مع قوات الناتو. وقد تفنن الأفغان في إعداد الكمائن وتجهيزها، وكان لها النصيب الأكبر في إخراج قوات الناتو من أفغانستان. واستخدمتها أيضاً القوات الفيتنامية على نطاق واسع ضد الجيش الأمريكي. أما أهم الأمثلة على استراتيجية الكمائن فهي الحرب في غزة التي اعتمدت بشكل رئيسي على الكمائن، فكان للتكتيك الفضل في تدمير أكثر من 1000 دبابة وعربة عسكرية إلى الآن، فضلاً عن استدراج القوات إلى هذه الكمائن. أما أهم أسباب نجاح الكمائن فهي الرصد والاستطلاع الدقيقين، وتمركز صحيح بالنسبة للهدف، وتمويه متقن، وكثافة نارية عالية، والانسحاب السريع، والتي تؤدي إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف العدو، وتؤثر نفسياً على قواته وتجعله في هاجس وخوف مستمرين، وتزعزع صحته النفسية. ويجب على القوات العسكرية مهما كان حجمها وتقدمها الاستفادة من هذا التكتيك لما له من تأثير على الخصوم. ختاماً، تعد الكمائن أخطر أنواع الاستراتيجيات للإيقاع بالعدو، ويمكن أن تكون إحدى أهم الأسباب لقلب موازين المواجهات التي تسهم في خروج الطرف الأكثر كفاءة في إعداد وتنفيذ الكمائن منتصراً من المعركة.